they ruined my birthday. بتضحك. شو الله عالم يا خيا. طب ليه كده؟ ليه كده؟ هلو هلو، كيف الكل؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. انتوا بتحضروني اليوم فيديو، اليوم بعرف صار انقطاع كتير و رح احكي لكم ليش، بس مو بهذا الفيديو. فيديو اليوم رح نعمل التحدي اللي شفت كتير من اليوتيوبرز عاملينه على اليوتيوب، فحبيت اني جربه كمان. رح جرب طلبات الموظفين المفضلة من المطاعم. رح روح على ماكدونالدز، برجر كينج، بصراحة ما بعرف هون المنطقة اللي انا فيها، بتوقع في واحد برجر كينج بالشمال وماكدونالدز بالجنوب، فرح نجربهم مع بعض. في صبية عم تطلع علي وعم تضحك، فا اتس اوكي. فرح روح ونشوف شو اللي عم يشتغلوا هنيك، او الشخص اللي عم يشتغل هنيك شو الوجبة المفضلة عنده، ورح نجربها. بس قبل جيت على المول ثواني لاني اليوم عيد ميلادي، فجيت اخذ هديتي. رح يكون شوي فلوج ومنه رح نجرب، وحبيت اعمل هالتحدي. بتمنى انكم تستمتعوا بفيديو اليوم. هلا خلونا ننزل لاخذ هديتي. نسيت لكم، طيب نسيت لكم، اذا كنتوا جداد على القناه لا تنسوا تحطوا لايك، تضغطوا على الزر الاحمر اللي تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليوصلكم اشعار. انا بمسح حالي وطلع فوق، لازم اطلع هون. لا تنسوا تضغطوا على الزر الاحمر اللي تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليوصلكم اشعار بالفيديوهات القادمه. وبس هلا خلونا ننزل. دخلت عم شوف هلا هذا القميص، ليكون جاي هيك شوي واسع، هو من هون لقد ايه واسع، بس كتير حبيته. قلت هيك تحت ليجينج او شيء طلع بجنن. شو رايكم؟ ليكون لونه شو حلو. هذا الابيض ليكون هذا المقص تكي أكبر. يا واحد شو رأينا؟ المهم، طيب يا جماعة، شفت هون برجر كينج، دخلت لعندهم ما خلوني أصور وأخذت تعديل معهم شوي لأنه شافوا بإيدي الكاميرا وبدهم يفتحوا يشوفوا إنه إذا صورت ولا ما صورت. فبرجر كينج ما خرج أخذ من عنده أي شيء، فهلا رح أروح على ماكدونالدز في درايف ثرو، فما رح يكون في مشكلة تصوير. ف يا بدي أفرجيكم هدية عيد ميلادي اللي جبتها لساندرو، دخلنا عند باندورا، أخذ لي هاي صورة. ليكو شو حلوة، ليكو شو حلوة، ليكو. طيب خلوني فرجيكم اياها بطريقة احسن، ثواني. ليكو ليكو، اخذت هاي اللي قفلة بي جي ال. اوكي، اخذت هدول التشارمز، هدول اللي بيجوا اثنين، هدول اللي بيكونوا ثابتين. واخذت هاي القلب اللي كمان فيها الانفينيتي وهون مكتوب عليها love you mom. اخذت هاي كلها هيك بتلمع لسه على الكاميرا وعم تعطي لمعتها بتجنن، هي لونها هيك اخضر. علي هي الورقة الكوادريفوليو اللي تكون هي الورقة اللي لها اربع بتلات اللي مفروض انه تجيب حظ، مكتوب عليها ورا ورا اذا مبين عليكم everything is possible. ف الكوشو حلوة كتير 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 كتير، حبيتها. ف thank you honey. اوكي، نسيت اقولكم مشان القميص، فرجيتكم قميصين، واحد الفوشيا كان من عند زارا، واحد الفوشيا كتير 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 حبيته والابيض، بس ما بعرف ما اخذتهم، احترت باللون ما اخذت شيء وطلعت. خبروني انتم بالتعليقات اي واحد حبيته، الفوشيا ولا الابيض. بكي برجع اخذته. اوه، عنده شغلات مع نوتيلا. Dallo sguardami un secondo, ok? Sì, prego. Scusa, posso fare una domanda? Sì. Qual è il tuo burger preferito?
Come, scusami? Tu, qual è il tuo hamburger preferito? Io consiglio il crispy. Il crispy, ok. Ok, mi dai uno per favore? Uno di questo e l'altro... Che ci sta? Quello barbecue. Ok, doppio chicken barbecue. Vorrei le patatine, che patatine ci sono? O le classiche o le ricche, solo cheddar o cheddar and bacon. Le ricche, che ci sta insieme alle ricche? Patatine normali con cheddar e bacon, ah, o solo con cheddar. Ok, quale... bacon no, però su, qual è quale mi consigli? Qual è il tuo preferito? Le cheddar e bacon sono molto buone. Ok, grazie. Cheddar bacon no, però. Allora fammi una... Solo con il cheddar. Solo con cheddar, senza bacon si può fare? Sì, sì. Ok, allora solo cheddar. Okay. E poi mi dai una bibita. Ok, quale? Quale mi consigli? Coca-Cola, Fanta? Non quello so. Che preferisci. Qual è il tuo preferito? Qual è la tua preferita? Coca-Cola. Ok, okay, allora vabbè. Senza ghiaccio. Ah, senza ghiaccio, ok. Ok, va bene. Va bene, grazie, non è una cosa. Piccola, media, grande? No, piccola, piccola. Ok, a posto così? Sì, grazie. Grazie. Ultimo sportello, grazie. Okay, grazie. Grazie, ciao. Ok. حرب لما اخذنا الطلبات انا اخذت اللي ما بتحب هي اخذت الكريسبي تشيكن وقال بتحب الكوكا كولا بدون ثلج والبطاطا تقول قالت كيرلي فرايز كده قلت كيرلي فرايز مع تشيدر كون تشيدر مع جبنه برندي انا اتمو كوستا خلونا نشوف اوكي اوكي هذول فيها شوي صغيره جبنه ما في صلصه ني عندها صلصه ليش صار جبنه الجبنه ما بتكفي انا بدي كمان شي شغله ثانيه معها very disappointed عايز انا ارجع ما بعمل لي هيك اوكي سو ساندرو طلب لحاله سلكشن باربيكيو سلكشن جو باستيانيتش non era pollo pollo non sì non è pollo no. ok una بالي كانت مع الدجاج طلعت باللحمه سو هاي هي الساندويتش بيجي فيها صوص ولحمه وصباط انجستا وبس ولا حتى صناع It doesn't have to be. ما اسمه crispy يعني. No, وين اللي crispy؟ أساسا إنه هي chicken. إنه أنا ديتو pollo. Sì. Non è pollo? No. Ah, أساسا إنه crispy و chicken. أما عطوني لحمة. ومولتو يبين. Almeno tu puoi che ce l'ha in gelata. Tabao fio. Casso, benedora, cioccolata, vai. Non è a tocca. Ti stavo dicendo mia non carbotin. E chi? Hanno sbagliato sicuro perché questo non è. Vai? Sì. Non ci sta niente. Ho fatto una batata, non è che la senti. No, it's not so bad. Which one? Yours, mine is so bad. No, yours has also cheese, no? Cheese salad. Yeah. Barbecue sauce. Barbecue sauce. المهم كده بقول إذا حبيتوا هالفيديو حابين إني أجرب في برجر كينج شوية صغيرة بعيدين علي بس إذا حبيتوا هالفيديو ووصل لعدد مشاهدات منيح ولايكات منيح راح نعمل جزء تاني ونروح على برجر كينج. Luca fa KFC. Non c'è KFC qua vicino? KFC. Io smo KFC. KFC? KFC? No, KFC. Voglio dare bello il KFC.
They ruined my birthday. I enjoy your birthday. يا جماعة عن جد ما تعبان جو الظالم يا خيا. اوكي رح نقرش بالبطاطا بطاطا رح نقرش بطاطا باي بطاطينا. نعم اوكي. I don't like to فكرة أليساندرو. I don't like so much. فكرة أليساندرو بالشادر. أنا هي أول مرة باكل فاست فود هون في إيطاليا. بأمريكا كان دائما أكل فاست فود صراحة, بس بألمانيا كمان ما أكلت كتير. هاي أول مرة باكل هون. وفي شغلة مع أليساندرو, هاي تاني مرة في حياته بياكل ماكدونالد. قال لي أكلت أول مرة ماكدونالد أول ما فتح هون, كان عمره شي 15 سنة أو 16 سنة. 16 سنة كان عمره 16 سنة. أكل أول مرة 17. أول مرة ماكدونالد, وبعدين ما عاد أكل في حياته. قال لي إنه ما خلص صدنيش على قد ما حبه وشوية على الأكل. Would you eat it again? Do you mind drink water? Not now. No, no, no. Next year. We do burger at home. بعمل أنا في البيت. Anyway. هلا رح روح البيت. شوفهم شوي. Crispy chicken McDonald. Sure, here are some recipes. لا. هاي المفروض كانت تجيني. شفتوا شو جاني؟ طب ليه كده؟ ليه كده؟ طب مو حرام انا يوم عيد ميلادي هيك يعملوا فيني؟ لا مو طيبة. بدي ابكي. عن جد بدي ابكي. انه انا نادرة ما اعمل هيك فيديوهات, بس انه ليش؟ ليش هالفشل الزارع هذا ما بعرف. خلص مرت الجاي حطوا لايكات لحتى اعمل فيديو تاني لانه عن جد عصبت. اوكي حبايبي هلا صار فيني انهي الفلوج هون. شكرا كثير لانه قضيتوا النهار معي. بتمنى انه بعد هاي القطعه تكونوا استمتعتوا بهالفيديو. لا تنسوا كمان تعملوا شير للفيديوهات مع رفقاتكم اصحابكم احبابكم, واللي بايده نهايه هالفيديو يكتب لي كومنت, والكومنت تبعه راح يطلع في الفيديو الجاي. فاكتبوا لي تعليقكم تحت بقسم التعليقات ونشوف مين اول واحد راح يطلع تعليقه بالفيديو القادم. تصبحوا على خير. باي.